على امتداد خرائط البلدان وفي طبقات الجو وأعالي البحار. تمر الأيام وتتعاقب الأجيال، وتختلف الوقائع باختلاف مسرح الحدث، ووحده التاريخ لا يتوقف. يصل الماضي بالحاضر، وباستعراض شريط الذاكرة يستمر. الماضي المستمر مع عبد العظيم. في مثل هذا اليوم من عام 1751 تأسست أكاديمية ثريشيان، أول أكاديمية عسكرية في العالم. وفي هذا اليوم من عام 1911 وصل المستكشف النرويجي روال أمونتسن مع أربعة من زملائه إلى نقطة القطب الجنوبي للمرة الأولى في تاريخ البشرية. وفي هذا اليوم من عام 1939 خرج الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم بعد مهاجمته فنلندا فيما سمي حرب الشتاء. وفي هذا اليوم من عام 1947 افتتح ملعب سانتياغو برنابيو معقل نادي القرن العشرين في أوروبا ريال مدريد. وفي هذا اليوم من عام 1955 انضمت 16 دولة إلى الأمم المتحدة، منها الأردن وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.